حياكم الله مشاهدينا. نظم مجلس الحيرة الأدبي التابع لدائرة الثقافة بالشارقة مساء أمس أمسية شعرية احتفاء بشعراء الجمهورية التونسية بمشاركة وحضور عدد من الشعراء والنقاد. الزميل محمد الهرمودي أعد لنا هذا التقرير. نخاف نقول ونخرج أمحاني، كل الناس يهواها الندم، وعارف حالتي كان الفوقاني رب الكون جلاي لغمم ويا مالاي ويا مالاي يا عالم بشاني، وماك كريم تاتين بسلم وماك كريم تاتين بسلم. استكمالا لفعاليات ملتقى الشارقة الشهري للشعر الشعبي الذي ينظمه مجلس الحيرة الأدبي التابع لدائرة الثقافة بحكومة الشارقة، أقيمت مساء الأمس الأمسية الشعرية شعراء من الجمهورية التونسية في قصر الثقافة بالشارقة، أحياها مجموعة من شعراء الجمهورية التونسية وحضرها عدد من متذوقي الشعر والمهتمين بهذا الشأن. أعجز على تعبيري وأعجز على بماذا أقول لحسن هذه الضيافة لهذا الشعب الكريم، ولأول مرة نزور الإمارات والشارقة، إن شاء الله ما تكونش يا رب أول مرة، بأني مش عارفة كين وقت العودة إلى تونس كيف ستكون هذه العودة. تناولت الأمسية الشعرية أحاسيس ووجدان الشعراء بقصائدهم وكلماتهم الشجية التي بعثت إلى الجمهور رسالة لامست قلوبهم بين الغزل والجدل وتأملات الحروف، واختتمت الأمسية بتكريم الشعراء المشاركين تقديراً لمشاركتهم في هذه الأمسية. والله أولاً أنا سعيدة بقدومي لكم، وحسيت اللي احنا عائلة واحدة، حسيت اللي هو نوع من الانتشار العربي، ليس بداية ولكن هم معناها هي مسيرة من تونس إلى عدة دول عربية أخرى إلى الإمارات. سعيدة جداً بهذه المشاركة، وإن شاء الله معناها نيلوا أعجابكم وتقدم لنا الإضافة في مسيرتنا. بادرة ممتازة ورائعة جدا، لكي نربط الشعوب العربية بتراثها وتقاليدها، وتراثنا هذا جزء من تاريخنا لابد أن نحافظ عليه ونعرف كل شعوبنا العربية سواء كان في المشرق أو المغرب يكون في تواصل. ملتقى الشارقة الشهري للشعر الشعبي واحد من أبرز الملتقيات التي تحمل منارة للفكر والأدب والحب والوئام يستنشق منها الجمهور عبق الكلام الجميل. نرحب بكم من جديد مشاهدينا، ويسعدنا أن نرحب معنا اليوم بضيوف بيت الشعر والأمسية التونسية، كل من الشاعرة هاجر الساحلي والشاعر محمد الغزال الكثيري والفنان والشاعر بالقاسم عبهلول من الجمهورية عبهول من الجمهورية التونسية. حياكم الله، مساكم الله بالخير. حياكم الله، أهلا وسهلا. في البداية نبدأ مع الأستاذ بالقاسم الشاعر، ما أهمية مشاركتك اليوم في هذا الملتقى؟ أهميتها أنها يعني مشاركة مع في 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 بلدنا الثاني يعني الإمارات الشارقة، يعني أكيد فكل أمنية الإنسان أن ينتشر عربيا. نعم، باقي في مثلا شمال أفريقيا معروفين وحاجات هذه، في تونس، في الجزائر، في ليبيا، في، لكن مشاركتنا أهميتها أن أول مرة نشاركوا في مثلا أن نشارك أول مرة في مع أخوتنا الخليجيين، وإن شاء الله تكون معناها نحاول على الأقل نقربوا اللهجة لبعضها. نعم، وإن شاء الله تكون معناها تعارف ونقل معناها التراث التونسي ويعني والأحاسيس والخلجان التونسية. نعم، نقلها إلى الأخوة العرب في الشارقة الحبيبة يعني. إن شاء الله. الشاعرة هاجر، ما الذي يضيفه أو تضيفه لك هذه المشاركة؟ كمشاركة طبعا عربية وبقيمة ملتقى الشارقة الذي يعنى بالدول العربية وبتقارب مثلا البلدين بحكم الوحدة العربية، فهو يضيف لنا الكثير كصيت أو كعلاقة بين البلدين. نعم، حياك الله. الشاعر محمد، هل هذه مشاركتك الأولى في هذا الملتقى؟ أولا نسوق تحية إلى أهالي الشارقة على
كرم الضيافة وحسن حياكم الاستقبال. حياكم الله بلدكم الثاني. وأنا كان لي الحظ أني زرت سنة 2015 في المهرجان الشارقة للشعر الشعبي مع مجموعة من الشعراء الدول العربية، وكانت اللهجة التونسية ما فيهاش عائق بالنسبة للمتلقي في جمهور الإمارات بصفة عامة والخليج بصفة عامة. نعم. وهذه المرة الثانية طبعا الشاعر أو الفنان أو الأديب أو أي إنسان هو كل معناه سافر ففي الأسفار خمسة فوائد. نعم صحيح. من أنه الواحد يطلع على دائما على إبداع الآخرين وتطلعيه الآخرين على إبداعه، وثم تواصل، أهم حاجة هو التواصل بين الشعوب العربية خاصة على مستوى الشعر، باعتبار الشعر هو لسان القبيلة وهو المرآة العاكسة وهو الوجدان بالتأكيد. والشعر ترجمان الوجدان لأحاسيسنا العربية. وتحية مرة أخرى جديدها إلى أهل الشارقة على حسن الاستقبال. حياكم الله، هذا بلدكم الثاني بالتأكيد. وسؤالي للشاعر كذلك بالقاسم، يعني لو نتحدث عن الأغراض الشعرية التي غالبا تتطرق لها، حدثنا عن هذا الجانب. أنا الساعة فنان محترف موسيقى وترية ما شاء الله، وأميل إلى الموروث والغناء البدوي أكثر منه إلى ثم شاعر معناها أب عن جد شاعر موروث في كل الأغراض، يعني في كل الأغراض، في الفخر، في الغزل، في يعني الاجتماعيات، والدين، يعني في القوميات ما شاء الله، في كل الأغراض، يعني الأشعار في كل الأغراض، مثلا كان بالياسر مبهول. وعادة معناها نلحن، عادة نكتب اللحن يعني ما شاء الله. الشعر الشعبي يعني اي شعر شعبي طول. شعر شعبي. نعم. شعبي، وعندي شبه لغة ثالثة اخر منها بين العربية والدارجة نقول احنا والعامية يعني ديما المصطلحات نحاول ننتقاها انها يتلقاها المستمع سواء كان تونسي او المهم عربي. نعم. هي يتلقاها يعني. نعم، اللي هي الكلمات تكون خاصة باللهجة التونسية طبعا. نعم. تنجم تكون خاصة باللهجة التونسية، وني بالذات يعني ما نقدرش نقول تونسي كفنان تونسي كموطن. نعم صحيح. كوطن حبيب، كمولد، كمسقط رأس. نعم. لكن نحاول كيف نكون عربي. صحيح. في لهجتي. لو نعطيك مثلا استفزيت المشاعر في بقايا روح شاعر، واستغليتي حنيني، واستبحتيني شبابا، واستبحتي الشيب فيا، وما بقالي من سنيني، واجترحتك من رحايا العمر لحظة، واختزلتك في أنيني، يا مرايا الصبر فيا اعذريني، وان بدالك ما بدالك لمليميني من حطام، وزرعيني في بقاء في خفايا لا مبالاة تزرعيني، علكي تجنين وردا لو ترشف في جبيني. نعم. هذه لا تقدر تقولي لهجة. نعم. هي شبه يعني لهجة ثالثة. نعم. نحاول كيفاش نقربوا بين مفهومة من الجميع يعني العربي. وبعدين بعدين يعني من حي الشارقة. نعم. والقف يا زماني ها أنا في الشارقة قطعة من الجنة، والروح صارت عن زمنها خارجة، وما تبتعد عنا وتلف بين الشارقة والخضرة، تونس عشقناها من أول نظرة، في شعرنا في قصيدنا والدارجة، في قصيدنا والدارجة، في قصيدنا والدارجة، وقف يا زماني ها أنا في الشارجة بين ناسنا وهلنا. صح لسانك، صح لسانك الشاعر. الشاعرة هاجر، من اختياراتك ما الذي تودين أن تسمعين الليلة؟ أوكي، ممكن تحية للشارقة أحسن من البداية والله. فبقول للشارقة نص القصيد هديتا، بنبض الحروف قريتا، بجوهر المعنى مرصعة قافيتا، نظمت قوافي في عقد مترصع بجوهر صافي، وجبح النحل معروف سر خافي، بأمر الإلهي مرتعة وثنيتا، من شهدها عصرت الشراب الكافي، طيب لشعب الطيبين سقيتا، بشعب كريمة ريمة، وماضيك
متجدد قديمة ديما المظام ترفع يا عظيمة ظيمة جميلك تعدى القارات الجيتة غنى غنية غالية ورحيمة السلطان في سلمك سلامة نيتة حماك المولى وترعاك من خيرة الناس الرجولة بنت الإمارة وشكلها والدولة وكل جيل خلى بصمته وهويته وطول الحياة القاسمي ندعولة وبالخير لهلة واخوته وذريته قايم فرضة مثل النحل مثل النخل شامخ ونابت فرضة السلطان تسلم مش سوايا عرضة مثل المرايا ظهرة خافيتة لا تشغلة نوايا القلوب المرضى ثابت خطى يمشي بلا تلفيتة شكر ربي جعله في كل من ينفع الناس بفعلة في القاسم السلطان شامخ يعلى صاحب عزيمة شهم عالي صيتة نجاح الإمارة وعزها يرجع له بيهاتفو في مدينته وباديتة عسل النحلة انتم مثيلة وطيبين وأحلى سعيد شعبكم ربي عطاه افتح له مكتوب اسم القسم في ناصيتة في الشارقة مراحل بدتها رحلة طعم الرضا في جوها حسيتها يا سلام يا سلام صح لسانك الشاعرة سؤالي للشاعر محمد لو تحدثنا عن الأغراض الشعرية كذلك اللي تحب أنك تتطرق لها وكذلك إذا في كم من بيت يعني حاب أنك تسمعنا أولا كما قال الأخ بالقاسم هو الشعر الشعبي أو الشعر اللهجي والشعر الفصيح هو كل شاعر يتعرض إلى جل الأغراض إذا ما نقولوش كلها باعتباره أنه هو حالة إنسانية في الغزل في الربيع في المطر في نعم. الوطن في كل الأغراض نعم. فأنا مدير ورئيس جمعية المهرجان الدولي ما شاء الله. للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالأمازون في تونس ولنا خيمة الشعر والغناء البدوي نعم. في تونس ومنهم الزوز عناصر هذون موجودين نعم. وثم تقريبا معرض في دبي يبدأ يظهر لي حوالي 6 شهور وعملنا طلب باسم الخيمة هذه وإن شاء الله نكون ربما من المدعوين الخيمة هي متكاملة فيها حوالي 14 أو 15 عنصر الفنانين والموسيقيين والشعراء واللي تغنوا معناها بالغناء البدوي أنا باش نعطي غرض هو تحية إلى الوالدين ونحاول ربما القصيد طويل شوي نحاول نختصروه يقول لوالديك لخلت الصحة بيهم وصيف الصيف عليهم مهما قساك الوقت ما تقسيهم مهما قست ظروفك وعبوا المآسي خواطرك ودفوفك باريك للدنس بياض كفوفك بخط حبر أسود زل في دوسيهم دون الظنو ما ينفعك معروفك البر تفقده إذا فقدتها براريهم البر هم أصلا وهم شهور العام هم فصلة هم حجتك هم عمرتك والخصلة زمزم وماهي الحلو في حفانيهم هم جنتك هم نار فيها تصلى إذا قلت أف الطيح في دعاويهم الله بهم وصى مدخل الجنة الدار فيهم غصة ومن خاب ما بين النواصي نصى والديه في دار الحياة يعصيهم ومن طاعهم يخضار زي الفصة غصانة شهيل العصر ما يهبيهم مهما قساك زمانك ومهما بعد من المكان مكانك وياك يغفل على حنان حنانك تضيع في زحام اللهو وتجا فيهم طير ما بغيت حافظ على جنحانك واخفض جناح الذل في مراضيهم اخفض جناحك للهم وغير الكلام الحلو ما تقول لهم احني راسك عزهم جللهم حافظ لسانك زلت تاذيهم احظيهم عطيهم هزهم دللهم عليك دين مهما در ما تكفيهم عليك دينهم سابق لك من يوم ما فجر الحياه تزرق لك اذا عثرت فيهم عثرتك تلحق لك تجيب ذر تعمل لك الدرت فيهم لو ما توجدوا العمر ما تخلق لك ولحفات تتحدث على ماضيهم لو ما حظك الوالد والتعب لجلك في الحياة وجالد لا عشت لا تاريخ يبقى خالد أطوار الزمن لجيال ما تبنيهم ولا كثر نسلك لا بقيلة والد ولا أنبي بخلق البشر تنبيهم باباك لجلك ضحى على صحتك راهن وباع الصحة إذا ما كفاك وغطاك جرد نحى جنابك يخاف من الهوى يهويهم يحميك من صقع شتي والكحة خطاوي الحفي ما
يطيق شي تمشيهم، يطيق الحفيفة قدامه ويعفس على شوك الزمان الضامة، تمر الحياة وتمر مر أيامه في شان تصبح سيد وتواسيهم. أنت الأمل، أنت الرجاء وأحلامه واخذ الألم اللي يلمسك يدميهم، أنت الزرع وانت الثمرة ولا حد غيره يبيع لجلك عمره ليضيق ويطيق الجحيم وجمره، ليالي هناك بوسطه يشريهم انت رفيق، في ليلة الدراما قمرة ومجرى حنان النبع في واديهم بحر الحنانة أمك أول وآخر ما تلذذ فمك، وأول شذا كون حواس شمك مجاري لبن بعطفها تجريهم، بلا بيه تتعطل مسالك دمك، شهور القماطة تموت في قماطيهم، حضن الدفي حملتها وبلسم شفاك يصب من حلمتها، تعاني سهر المر في عيشتها، تبنن عليك انغامها تغنيهم، يجيك حلو طعم النوم في خبنتها، نومك النوم عيون هيجا فيهم، كل أم كيف البابا. الاثنين عاونوا لك الصغرى تعابة، فنو عمرهم ما تمتعوا بشبابها، هزوه ثقلك حط فركة بيهم، رموك في صميم القلب بين أجنابه يجيك عيب في مأوى العجز ترميم. هي القصيدة طويلة ملحمية اختصرناها. صح لسانك الشاعر، يعني بالفعل مثل هذه الحكم والعبار الموجودة يعني قريبة للسامع والمتلقي، كذلك توصل الفكرة بشكل مباشر. خلنا نسأل كذلك الشاعر بالقاسم، لو نتحدث عن الشعر الشعبي وكذلك أنت تخصصت يمكن في البدوي، ما الذي يميز خلنا نقول الشعر التونسي والبدوي على وجه التحديد عن غيره؟ يعني بدويته من مصفي لهجته. البدوية عندنا في الصوت، الصوت الموروث القديم قبل ما ندخلوا عليه احنا الآلات الموسيقية، ومرات نقولوا نهذبوا التراث، وبالعكس هو التراث أصلا مهذب، احنا أدخلنا عليه حاجات معناها يعني معكرت لصفوة يعني. نعم. الشعر هذا الشعر يغنى كذلك صح؟ طبعا يغنى. نعم. طبعا مثلا نقولوا يا عين رومي الليل أراك تحيري، وارضي بجسام الله ومقديري، وراك تحيري يا عين رومي الليل ايش تحيري، يا عين رومي الليل ليش تحيري، وارضي بقسام الله ومقديري، يا عين رومي الليل. مثلا يا سلام، يعني هذا اللحن خاص بالشعر البدوي طبعا التونسي. هذا النص نسموه غادي النص احنا لون. نعم. لون الحمروني الأصل القبائل. نعم. طبيعة الحال في كل قبيلة لها لون ولحن معين، لها لونها ولحنها، مثلا هذا نقوله الحمروني. نعم. نزيد أعطيهم نموذج آخر من ما مثلا كان موسيقيا معناها نسموه في مثلا في البياتي، هذا معناها المقام البياتي. كم نوع تقريبا شاعر، كم نوع نوع الشعر ياسر؟ ما أنا قلت لك فيه برشة أغراض، أغراض هو الشعر، على الألوان الموسيقية، اللحن، اللون الموسيقي واللحن. مثلا هذا اللون الحمروني، عند اللون الحمروني آخر مثلا نقول له ويا حسرتي اليوم ريت سمحي السوالي بحالي يملا، يقسي علي التلفيت عطشين وارد ياني يملا، يا حي صرتي لقاياني، يا حي صرتي لقاياني، وسمحي الغاسي سمقاياني، سمحي الغاسي سمقاياني، وقت التلف ترهيني ودنك يسكسح بشيملة، يحسبني برهياني خطي ما سربعين وهين يملا. ما شاء الله، هذا نوع يعني من أنواع الشعر. أنواع هذا يبدو عندنا في أصواتنا البدوية، حتى نأخذ الكلمة أصواتنا البدوية متعددة. أولا عندنا الشمال، الساحل، الوسط والجنوب. ما شاء الله. والجنوب غني بأصوات البدوية. نعم. كما قلنا نحكي أن لنا خيمة تعتني بالشعر والغناء البدوي، عندنا عديد الأصوات
واللي هي ربما انا مانيش فني في الموسيقى الاخ بالقاسم معنا اسوانا فيها يرجع للبياتي ولل وغير المقامات ولكنه هزيزنا البدويه عندنا الصوت المهذب الحمروني عندنا صوت المثلوثي عندنا صوت يعني ياسر متنوع فيه كلماتي كلماتي وطبعا نطوع يعني الصوت البدوي نطوع على الايقاع الموسيقى نعم. فهمتي وتقبل يعني هذا اللحن يطبق على كل انواع الشعر طبعا نعم يطبق. مهما اختلفت الابحر الشعريه او ان هناك نوع من انواع الابحر الشعريه لا طبعا كل بحر له يوازي نوع من الاصوات من الموسيقى نعم. القصد نعم. منك مثلا عندنا مثلا المسدس المسدس ما يمشيش مع اللون هذا مثلا المسدس نقول مثال بالله يا طير بلغ ملامي وشوقي وسلامي عطشان والكبد ملهوف ضامي نعم. بالله يا طير بلغ سلامي وشوقي وغرامي شوقي وغرامي تعبان والكبد مصفوط ضامي تعبان والشوق جور علي صباح وعشية وشحال يا رب عاشق ولي وهكذا نعم يا سلام كل لون مثلا البرجيلة عندنا البرجيلة عندنا أنواع متعددة الشاعر أنواع متعددة ما شاء الله يعني هذا يدل على الثراء كذلك ثراء التراث التونسي والألوان نعم الموسيقية كما قلنا هي على البحر عندنا برجيلة وعندنا قسيم برجيلة وعندنا المسدس وعندنا السوقة وعندنا الملزومة وعندنا المحدور المحدور يعني ياسر معناها أكثر من البحور الخليلية في الشعر نعم الشعبي ولو أنه مصدر البحور هي خليلية نعم احنا مثلا يقولوا النبطي اللي هو معناها احنا نسموه قسيم برجيلة صدره عجز وبحثت في الايام لقيت وقتهم عادي صباح وليل وبحثت في الانغام لقيت نغمتي نعم ما عاد تطرب جيد تم نعم معناها الصدر عجز نعم وهكذا سؤالي للشاعره هاجر كيف يعني وجود الشاعره او المراه التونسيه في الشعر ودورها في كذلك نعم في تونس بالتأكيد طبعا المراه كما نعرف هي نصف المجتمع والتي ربت النصف الآخر نعم. يعني في تونس للمرأة حضور مشرف وبدليل احنا كي جينا أصلنا للشارقة ما شاء الله ثلاثة نساء نعم وجدات شاعرات ومتميزات ومناصفة مناصفة ومتميزات وأصلا حضورهم في تونس ويشرفوا خارج تونس ومواضيعهم طبعا ما شاء الله نفس الأغراض الشعرية اللي يكتبوا فيها الرجال وتحاول أو تسعى المرأة التونسية بطريقة أو بأخرى أن تنهض تبرز وجودها كذلك أن تنهض وتبرز وجودها مع نحن سعيدين بوجودكم معنا اليوم والوقت مر بسرعة بارك الله والله وحياكم الله كذلك نتمنى لكم إقامة جميلة في إمارة الشارقة بلدكم الثاني إخوة العرب أينما حلوا أينما وجدوا تحياتنا إلى كل الجمهور اللي قاعد يتابع فينا عبر الشاشة حياكم الله ونجدد تحياتنا إلى حسن الضيافة والكرم بالشارقة وتحية هذا واجبنا وتحية كبيرة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور نعم سلطان بن محمد القاسمي اللي برعايته هو أن الشعر نعم الشعبي العربي كل شهر يحتفل به حياكم الله إذن الشكر للشاعرة هاجر الساحلي والشكر موصول أيضا للشاعر محمد الغزال وكذلك نشكر الشاعر بالقاسم عبهول حياكم الله مشاهدينا إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في أمان الله.